اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده وبرنامجكم خدماتي. مع التقديم لكليه الشرطه وطلابنا اللي بيختبروا اليومين دول في كليه الشرطه، ناس كتير بتسالنا عن الاختبارات اللي بيتم اختباراتها داخل اروقه اكاديميه الشرطه. ما فيش داعي للقلق، الامر سهل وبسيط جدا. احنا ان شاء الله باذن الله عندنا 8 اختبارات بنشرحهم لحضرتك بسهوله وببساطه شديده جدا. الاختبارات دي 8 اختبارات زي ما قلت لحضراتكم عليها، ابرزها اختبار الطبي. النهارده هنشرح لكم ازاي بيتم اختبار الطبي. طبعا عشان حضرتك تكون ضابط لازم يكون طبيا مستوفي لجميع الشروط، مؤهل طبيا انك تلتحق بهذا الجهاز العظيم، ومن ثم بيتم الكشف عليك طبيا والتاكد بان قوي جسديا وانك يعني امورك تمام، نظرك تمام، ان جميع اجهزه جسمك بتعمل بشكل طبيعي. فاذا هي اختبارات طبيه سهله وبسيطه، اذا تاكدوا ان حضرتك يعني مناسب لهذا الامر بتتجاوز هذا الاختبار وتذهب الى الاختبار اللي بعده. زي ما قلت لحضراتكم مفيش داعي للقلق، خاصه ان الاختبار الطبي من الاختبارات التي لها اعاده. يعني حضرتك لو عندك مشكله ما، وهذه المشكله مشكله عارضه، عندك تقوس، عندك مشكله في الجلديه، الامور اللي هي عارضه ممكن تروح وتيجي، فبيتيحوا ليك انك انت تقدم التماس لو رسبت في الاختبار الاول وبترجع بعد كم يوم بيحددوا لك ميعاد تاني بتختبر للمره التانيه، وان شاء الله باذن الله ربنا بيكرمك وتنجح وتدخل على الاختبار اللي بعده وتتدرج في الاختبارات وصولا الى اختبار الهيئه. اذا ما اكتست اختبار الهيئه بنقول لك الف الف مبروك، التحقت بجهاز عظيم وهو جهاز الشرطه، وان شاء الله حظ يعني موفق لجميع طلابنا الطامحين في الالتحاق بكليه الشرطه مصنع الرجال. وهنا في برنامجكم خدماتي هنقدم لكم دايما كل الاجابات الخاصه بالاسئله والاستفسارات بتاعت حضراتكم، عشان مفيش حاجه تشغل بالكم، اهم حاجه تكون حضرتك هادي ومطمئن جدا ان الامور سهله وبسيطه. فانتظرونا في حلقات جديده وبرنامجكم خدماتي.